مع أوريدو لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهدات وسهم 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان. رمضان كريم معكم لو. في وقت مش بعيد علينا اخترعنا انترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة كيما قاع صغار، بدأ يمشي ويطيح بالصح، تعلم بالخف، كلش كان مليح، حتى الحق وقت وين كلش تبدل تبدلنا وبلاك بلا من فيقو. لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو ونكونوا ملاح مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي، رح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه. Condor, prenez votre envol. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيسيس المضاد للبكتيريا الجديد. تابعوا هذا البرنامج برعاية أريد عيش الإنترنت. في وقت مش بعيد علينا اخترعنا انترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة كيما قاع صغار، بدأ يمشي ويطيح بالصح، تعلم بالخف، كلش كان مليح، حتى الحق وقت وين كلش تبدل تبدلنا وبلاك بلا من فيقو. لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو ونكونوا ملاح مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي، رح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه. اختبار الحماية إيزيس ضد البكتيريا، يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوة إيزيس رايحة تعقم منا كمية كبيرة. إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات.
رمضان كريم مع كوملا. في ألف طريقة لتقدمي أفضل ما عندك، شو ما كانت البقعة قد ما كانت صعبة ما تعتلي هم، لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية. لوشا أود بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع. أفضل لوشا لأفضل معنى. لوشا أود بيرفورمانس. رمضان كريم مع كوملا. كلش بنين، شكون عونك الطيبة؟ وحدي. وهذا ما عن تاني وحدك؟ ما تخافيش، بريليزي 5 بلس يغسلهم وحده. جربي بريليزي 5 بلس الجديد، ابتكار اللي يقضي على الدهون تلقائيا لنظافة مثالية. واو، مالا المرة الجاية نطيبو كاع كيف كيف. ايه، ونخلو الموعد لبريليزي 5 بلس. بريليزي 5 بلس حل الواحد باش نحي الدهون بلا مجهود. مع أوريدو لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهدات، وسلموا 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان. وقت خلط مواد التنظيف خلاص. الآن بغافة الجديد يوفر لك باجافيل منظف وعطر الليمون الكل في قرعة واحدة. بغاف 3 في 1 لأسهل تنظيف تطهير وعطر في كل مكان. بغاف 3 في 1 الامتياز في قارورة واحدة. في اختبار الحباية إيزيس ضد البكتيريا، يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوة إيزيس رايحة تعقم منا كمية كبيرة. إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات. أنا روزا، بابا كان سفير جزائري وماما إيطالية، تلاقوا في فينيس عاصمة الرومانسية والحب، حبوا بعضهم وتزوجوا. بعد عامين جيت أنا لهذه الدنيا، ماما سمتني روزا. صح بابا كان كل البلاد نسافر ليها يفكرني بلي أصلي جزائرية. حتى نهار اللي تلاقيته وحبيته أمير، أمير الأحلام اللي تمنيته وحلمت نتلاقاه في كل البلاد سافرت ليها، وفي الأخر لقيته في بلادي. صافا صافا متى مطولت عليك؟ مطولتش عليها، حبيت نهضر معك على واحد الموضوع. خير خير ان شاء الله. كما تعرفي كملنا قرايتنا، وجا دروك الوقت باش الواحد يخمم في لافنير ديالو. ما تقلقش روحك، بابا عنده صاحبه، عنده شركه حوس على خدامين، قلت له يشوف ليا وليك. ماشي هذا هو قصدي، راكي عارفه بلي شيخ بابا ما يخليش تخدم على الناس. حاب دير بروجي تاعك وحدك؟ ماشي هذا هو قصدي تاني. شوفي، الـ3 سنين اللي فوتناهم مع بعض كانوا هما المخيرين في حياتي، بصح دوك جا المهم باش الواحد يرجع لدوار قلت الغالي من كبرت. فهمتك، كنت جاي تحبس معايا امير. معايا وصحباتي وصوفيا بيقولوا لي بلاكي منه يدي الدبلوم تاعو من وينساك من، بصح انا ما امنت حتى واحد، امنتك انت، حسبتك تحبني. ما نقولك حاجه. ما تقولي والو، تقولي والو. حبيت برك نقول لك باللي الزواج ماشي حاجه سهله، لازم المرأة تكبر عقلها وتكون قادة على المسؤولية تاعها، تحمل وتصبر بزاف بزاف. بعد هذا الوقت كامل ماكش تشوف فيها تاع مسؤولية؟ ما قلت لكش هكا، راني نقول لك برك بلي العيشة في القرية حاجة والعيشة في المدينة حاجة أخرى، هذاك عالم وتلت الغالي عالم تاني. بعد 3 سنين فقت بلي أنا من عالم وأنت من عالم واحد آخر، وجاي نورمال تقول إني حاب نتزوج. إيه حاب نتزوج، شنو نقولها لك نورمال؟ حاب نتزوج بيك انتي. بيا انا؟ ايه بيك انتي، انتي هي المرأة اللي نحبها واللي عارف روحي قادر نكمل معها حياتي. انا عارف بلي عائلتي صعيبة شوية، قصدي صعيبة بزاف، بس راني متأكد بلي النهار اللي يعرفوا كيما انا نعرفك راح يحبوا كيما انا نحبك. راكي عارفة بلي راح تعيشي معايا في الدشرة. اني قابلة؟ مانيش قابلة، امبوسيبلي امبوسيبلي جو امبوسيبلي بنتي يتزوج امبوسيبلي. ماما علاش كي مقلقه تهدني؟ ها روزا مي اموري،
ما تتزوج بيرفافوري روزا، ما تتزوج. انا نموت روزا موت تتزوج. لا لا ما بعيدش عليك، سنو دي لوتزو، سنو دي لوتزو روزا. ماما ليك انا راني قابله، هذا واش يهم؟ انا مانيش قابله ماما. حمد ربي كي جيت خبرتك، لو كان انا في روما، لو كان انا لحقتك انفيتو يومين قبل العرس. انفيتو روما نورمالي روزا نورمالي، ماشي ثلث خالي. ثلث الغالي شوف، تتزوج ماني ماما ماهو بابا. تسمى تبرو مني؟ اينك برو مالا. انا درت لي ديولي زالجيريان، لكم روح ندير وش ديولي زيتاليان. شو لالا لسنت ولالا يلا شمبرا. ماما مانيش صغيرة. قلنا شمبرا. ديتي جورني، ديتي جورني ما تخرج. جو انا عييت تهدر مع انت. وش نقولها؟ ديو ميو ديو ميو. امك عندها 10 ايام كل ليله دير وعده وتفرق العشاء للناس. فرحتنا يا وليدي، العقوبه الحاجه خلاف ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص بابا انا راني جاهز نحضر معك على هذا الموضوع. ولدي نخليك تلحق بخير ان شاء الله. ان شاء الله بابا ان شاء الله. القرار اللي ديته ماشي ساهل، على بالي كان صعيب عليا باش نقنع. أم إيطاليا تزوج بنتها الوحيدة بواحد بثلث الغالي، كما صعيب على بابا الجزائري يقبل بنته الوحيدة تتزوج بلا ما يكون حاضر. الحاجة اللي صبرتني هي كل ما نشوف في عيني الأمير نتأكد بلي ديت القرار صحيح، وعمري لا نلقى راجل يحبني كما هو. نوعدك رايحة نكون المرأة اللي تمنيتها طول حياتك. يا دار حياتي كيفاش رايحة تكون ورا هاد الجبال. سعيد ربع عندنا في الدار هنا كي خويا هو اللي يتكلف كل شيء لهنا. وهذه أمير دقيقة نيجي. مبروك على ولدي، مبروك اليوم الفرحة فرحتين، فرحة نجاحك وفرحة رجوعك بخير. وقيل لقيت الباب محلول دخلت. جات معايا. عندكم الكلمة هنا. ربكم اللي ما نحبش نهضر بزاف راح ندخل في الموضوع. انا وروزا تخرجنا هذا العام وقررنا باش نتزوجوا، بصح والديها ما مش قابلين. ولا احنا قابلين. حنا بها تزوجنا وجينا. واش قلت تزوجتوا؟ يعني جينا نديروا العرس. نديروا العرس؟ ما نعرفوا اصلها، ما نعرفوا فصلها، ما نعرفوا شكون باباها، منين جا. يما ما تقلقيش روحك، تعرفك رايحه لهذا الموضوع. روزا باباها جزائري وامها ايطاليه، وما عندهمش بزاف اللي رجعوا يعيشوا في الجزائر.
ولا ما قبلوش زواجنا على خاطرش عندهم غير هي بنتهم. بس هي سمحت في كلش وجات معايا. ما تحشمش قليل التربيه تهضر هاد الهضره قدامي وقدام باباك. ويزا انت كيف هادي الحاجه كيما هذه؟ ما تشاورني ما تقصيني. لا لا بابا هاد الهضره ما تنهضرش في التليفون. على بها جبتها معايا وجيت باش نفهمك. تسمى حبيت تحطني قدام امر الواقع. بابا انا حبيت برك ندير الحلال وجيتك باش توقف معايا. على بالي بلي روزا ماشي من ثلث الغالي ومختلفه علينا شويه. بصح هادي المره اللي خيرتها باش نكمل معاها حياتي. وعلى بالي بها بلي فحله غمره. واش يحبوا الوالدين ولدهم من غير ما يكون مهني مع المراه اللي يحبها. يلا يا ربي يلا اكي تسمعي الضاويه. علي لا ما كانش المسلسل هاوي لا بالهنا. واللي يكون متهني يدير واش درت انت؟ جايب طفله هاربه من دارهم في يدك. سامحوني انا ما هربتش. بابا وماما على بالهم باللي نحبوني حابه نتزوج به. حب البشني ما يكسيني ما يعيشني. ها وسلم خوك تزوج وحده ما يحبها ما يعرفها ما تعرف وراهم متهنيين. غير انت اللي تخرج على العادات والتقاليد. ام الخير الهضره بيني وبين باباه شي ما يخصكش. وبنت خويا اللي خطبها من 3 سنين وخلاها واش نقولها؟ نقولها راجلك جا وجاب في يده معاه. امير واش عم يهضروا هك خاطب؟ اما قولي لهم بلي عندي عامين من اللي بطلت. ماشي انت اللي خطبتها باش تبطل عليها. ها ايوا هذه هي ماشي انا اللي خطبتها انتوما اللي خطبتوها بلا ما تشاوروني. انت وقمره من صغركم مسميين على بعضاكم. حتى باباك وما خيرش امو اللي زوجاته. بابا انا عمري ولا خالفتك ولا قلت لك لا لا بصح هذه المره والله ما نقدر. انتوما ديروا كامل في راسكم بلي انا وروزا راح نتزوجوا. وروزا فاني راك تسمع الحاجه الطفله راهي برانيه ماهيش من اصلنا. روزا باباها جزائري يماها برك ايطاليه. وامها ايطاليه من ورا البحر تاني. شوف مين جبتها ترجعها من ورا البحر المهم تردها. ما عنديش وين نرجعها واذا ترجع روزا نرجع معاها. وعلى بالكم باللي عيب نرجعها منين جبتها. والله لو كان جيت تحشم انت وعندك اصل كراك ما خليتش قمرة بنت خويا. خليوني خمم. اي خمم الحاج خمم وما تنساش الفطار اللي من سنين دفنتو انا وياك بين دوارنا ودواركم. وهذا المره ولا شعلت نار الفتنه حاجه ما راح تطفيها. خمم. مو الخير موش الحاج اللي تحكم اليد اللي توجع. انا على بالي شوف هما ولا على بالهم. راكم تسمعوا يلا كل واحد يطبق لبلاده. ما لا واش دير واحكم ليه رايح نحوسوها كل واحدة توجد روحها. انا وجدي الليله عرس ولد الحاج. واش راك تقول الحاج ولا زيدني نفكرك امور خير. حبيت الناس يضحكوا عليا يقولوا بلي الحاج وليدو الزوج بلا رضايته. خليهم يقولوا بلي ولد الحاج الزوج برضايت باباه. واش بك الحاج هبلت؟ قصدي كيفاه العرس يقوم بليله ونهار؟ وشكون؟ عرس ولد لويزا. مالا واش دير البربوشة؟ خلاص الهضرة. خيري معايا واش نلبس؟ الخير معاك، روزا راح تلبسيهم كامل. ما فهمت. دوك نفهمك، في الثلث الغالي كاين شر، يعني دواور، وكل دوار من جهة، كاين دوار قبايل، دوار مزاب، دوار الشاويزة، دوار عرب، دوار صحاري. فهمتك، قصدك كل عائلة من جهة. أيوة، أكي بديتي تفهمي، ولازم تلبسي على حساب أصل عجوزتك. هي سهلة، قولي لي أصل عجوزتي وأنا نلبس. بابا الحاج، مزوج بثلاث نساء، الأولى باباها من الغرب، ويماها قبيلية، والثانية باباها نايلي، ويماها شاويلة، والثالثة باباها قبيلي، ويماها من الغرب. بلا ما نحكي لك على بابا، على خاطر حكاية طويلة والناس يتسنى، فهمتي؟ شوية. معليش، هيا نبدا. Thank you.
يعني انت ماشي موالفه؟ بصح ما بقاش قد اللي فات، مازال شاويه كراكو قفطان وخلاص. شو هذا؟ لا لا لا، بارود بارك. شو بارود؟ مازال حتى فيتامين بزاف في عيسك هذا النهار الاول تاعك. شوفي من الخير، هاي حق بنتي شقيقة، ما زيديش تكملي عليا انتي، عندك حاجة قوليها الحاج. اليوم ماشي كل الأيام اللي فاتوا، لازمنا نديرو اللي فينا. أنا ما كناش نستهوي. أنا نهضر على الشطيحة. كاينش نهار قلت لكم أنا حاجة؟ هاي قولي من الآخر وشا كي حابة تقولي، هاني قلت لك راسي راح يطرطق. حسستكم باللي ما كنتش عايشين في داركم؟ لا يا ربي الله. واش نقول واش نخلي؟ خلي. انتي واش قلتي ليزا؟ قولي مول خير قولي، قولي قلت لك راسي راح يطرطق. كيفاش رانا عايشين لهنا في الدار؟ كان زراير. الضر يحكمك، رانا عايشين كي خواتاتك. موس واحد يذبحنا. هي هم بعد. هذه كيما جات كيما طوح من الدار. اسمعي انتي، انتي حابه ولدك ما يسيبوش من القوريه. واسمعي انتي، انتي حابه بنت خوك تدي ولدها. وين علاه تحطوني في النص؟ واش دخلني بيناتكم؟ انا الحاج اللي يقولها الحاج هذيك هي، وديجا الكلمه كلمته. نهار اللي طيشكم ما تجيوش عندي. شكون هذا اللي يقدر يطيشنا؟ المخلوقه اللي جات. اسمعوني مليح، احنا صح جينا كل واحده من جهه، صح لم نفلت الغالي، رانا عائله واحده. انا نمضغكم بس ما نصرتكمش، وهذه ما جاتش لله في سبيل الله، هذه جات تفرق الدار والدوار. علاه قالت لك؟ قلالك حتى تقول لي خدمي راسك شويه يا المرعوشه. ما شفتيهاش فرقت بين امير وقمره؟ ماشي بعيد تشعل نار الفتنه بين دواري ودوار الحاج. صح ماشي بعيد تلعب بعقل الحاج تقول له جيب المره الرابعه. ايه هذه لازم ترجع من جد. وين ترجع يا من خيرك؟ تشوفي العز قايم تقولي لي ترجع. فيما الزواج حلال، الطلاق حلال. واش الحاج واللي تديروا العرس وما تعرضوش نسابكم؟ الهادي علاه جيت؟ جيت مبارك لكم وفكرك باللي العريس خاطب اختي وباللي انت راجل عمتي وعمتي رباتني كيما. ذاك الشيء مكتوب ربي، واذا ما عرضناكمش ماناش حابين نجرحوا القلوب. والكلمه يا سي الحاج وصرا لها؟ هادي تلقاو وحدنا ونحضروا راس راس ماشي قدام الناس. هادو ماشي ناس، هادو عائله واحده. ولا نسيت مفكرك هادي برا. الهضرة ماشي معك، الهضرة مع ولدك. شبيك هادي يا بلد؟ حاب تفسد لنا العرس؟ بالك بلي ماشي وقتها. شوف سلم باباك خوك خير والحرب، وانا نعرف كيفاش نجيب حقي وحق اختي.
في وقت مش بعيد علينا اخترعنا انترنت. بيبي عنده قدرات كبيرة كيما كاع الصغار، بدأ يمشي ويطيح بالصح، تعلم بالخف، كلش كان مليح، حتى الحق وقت وين كلش تبدل، تبدلنا وبلاك بلا ما نفيقو، لقينا رواحنا متفرقين وما شفناش باللي انترنت هو اللي راهو يسوفري. لو كان برك نتحدو ونكونوا ملاحة مع بعضنا ونحلو التخمام السلبي، رح نقدروا نرجعوا له الفرحة تاع زمان. رانا كامل مسؤولين على انترنت، وعلى هذا من هذا رمضان هاي نتهلاو فيه. اختبار الحماية إيزيس ضد البكتيريا، يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوات إيزيس رايحة تعقم لنا كمية كبيرة. إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات. مع أوريدو لكل تعبئة 2000 دينار وأكثر استفيدوا من 50 جيجا مهداة، وسلموا 50 دينار لصالح الأطفال المعاقين. عبئوا واستفيدوا في هذا رمضان. كلش بنين، شكون عاونك طيبي؟ وحدي. وهذا ما عندني وحدك. ما تخافيش، بريليزي 5 بلس يغسلهم وحده. جربي بريليزي 5 بلس الجديد، الابتكار اللي يقضي على الدهون تلقائيا لنظافه مثاليه. واو، مالا المره الجايه نطيبو كاع كيف كيف. ايه، ونخلو الموعد لبريليزي 5 بلس. بريليزي 5 بلس حل الوحيد باش نحي الدهون بلا مجهود. رمضان كريم معكم لو. اختبار الحماية إيزيس ضد البكتيريا، يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوة إيزيس رايحة تعقم لنا كمية كبيرة. إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات. في ألف طريقة لتقدمي أفضل ما عندك، شو ما كانت البقعة قد ما كانت صعبة ما تعتلي هم، لأنه في طريقة واحدة للنظافة المثالية. لوشا أود بيرفورمانس مع قوة فائقة على إزالة البقع ورائحة منعشة تدوم حتى 4 أسابيع. أفضل لوشا لأفضل معنى. لوشا أود بيرفورمانس. اختبار الحماية إيزيس ضد البكتيريا، يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوة إيزيس رايحة تعقم لنا كمية كبيرة. إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات. مانيش مصدقة روحي. أنا مرت أمير، شكون كان يقول كل شي يجي هكا بالخف وبين ليلة ونهار؟ نتزوج وندير عرس، حلم 3 سنين تحقق. زينة صباح الخير. مازال كي راغدة وقت القهوة، مش مبدا يستقهوى دوكا، روحو نتوما استقهوى بصحتكم. القهوة يشربها الحاج ماشي ليك. هاكي لبسي هادي لحقيني الكوزينة. بصح وشنو هادي؟ قندورة. شوفي البارح لبست 20 ربع، بزاف عليا. هادي ماشي تصدير تاع عرس، هادي قندورة تاع الدار. وزيد ما كان لها هكا الدور قدام الحاج. يالله لبسيها ولحقيني الكوزينة. نجيبك بصح ربي، ماشي قلت لك انا غدوه نجيك؟ علاش انا رقدت وانت كنتوا محاولين تخبروني حتى يجيب ولاد؟ ولا احنا خلينا الحاج نفهموا الحكايه، ها الحد منا دار له العرس منا. وانت قاعده توجدي معاه مطشطحي وترتحي تقولي بطل عليها بنت الجيران مش بنت خوك. شوف انا نخمم بعقلي، مانيش كيفك ولا راكي حاسبه كل شيء يجيك بالسهل. ها ولا نخلي داري انا ونجي ندب معاك.
واش حبتني ندير واحد نشطحلو في عرسو خيرة؟ يا وعدك عمرك ولا تعطيه بظهرك، لازمك تجيب ليه وتقربي منه. وانا كي ناس خشمي ونجي نقابلك في الدار، يا وباش راح ننفعك؟ يا والهضره واش تنفع درك، خلاص تزوج وخلاني. راكي غالطه، واحد ما راه راضي بهذه الزواجه. والحاج الحاج هو اللور دايرها غير على عين الناس، باه يسكتهم بما يقولوش ولده طيح له بقدره وبهدله. شوفي يا طفله، لحبة ترجعي امير رجعي بعقلك، دموعك ما عندها باش راح تنفع. زينة هي؟ هي وانتي يا أزين منها وأشب منها. فاتتك بحاجة واحدة برك، هي نهار كامل ينقبلك لوجههم وانتي يا راكي بعيدة. راكي عارفة وش لازمك تديري. نقرب وشدي بيديك وسنيك، روحي روحي حتى نيجي النهار أنا اللي نجيبك فيه لهذا الدار. ثقي في ربي هو الأول وبعد عمتك. جيتي نشوفها قبل ما نروح. شكون؟ روزا. شني سموها روزا؟ بخليني انا قمرة دوار كامل يحلف براسي ومبدلني بروزا. العود اللي طحق ليه يعميك، يا وحتى هي بينما هيش سهلة. بصح انا نرجعها منين جيت. روحي روحي قبل ما يفيق بك الهادي خوك. يلا روحي. خويا راح حلفي يجيب حقه وحقي. هذه غير هدرة زايدة، يعني قلت لك انا ندبر راسي. يلا روحي روحي. هني رايحه رايحه، خليت لها راجلي اللي استنيتو سنين، خد لها خزانتي سيارتي، خليها تتمتع وانا قلبي يتحرك. ايه سمعي، تتسقسي بزاف وانا ما نحبش نهدر صباح ربي. راني نقول لك وراهي لا كافيتير. شني هذيك اللي يديروا فيها القهوه؟ كوزني قدامك حوسيت القاي. عندكم هذيك اللي يديروا فيها القهوه وهي تخرج وحدها. تخرج وحدها؟ عندكم بريس تحديد ديري فيها الماء القهوه وهي تطلع وحدها. شكون دي اللي تطلع وحدها؟ راني نقول لك في الدار هذه ما كاش حاجه اسمها تخرج ولا تطلع وحدها. عمي الحاج كيفاش يشرب قهوته؟ في البنك وحاكم السبحه في يده. لا لا قصدي يشربها إسبريسو أمريكانو لات فلات وايت. وهادي شاه غنية. زينة ركزي معايا، انتي كي تنوضي صباح وتجي الكوزينة واش ديري باش طيبي قهوة لعمي الحاج؟ كيما كل صباح. ايه كيفاه؟ اعطيني واش ديري واش توجدي، اعطيني لا غوسيت. سخونة موس. لا لا زينة ركزي معايا، اعطيني كل حاجة بالتفصيل بالتفصيل كيفاش ديريها. فهمتك. قولي هاك من الاول. شوفي انو نغسل وجهي نمشي تشعلين بسقندورتين كحل عينيا نحل الباب نخرج مورايا نروح نمشي عند عجوزتين صبح عليها نشوفها تحتاجتني وما احتاجتنيش، ومن بعد نفهم روحي نخرج نمشي ونغني، ومن بعد نتفكر بلي لعمي الحاجه ويقرب لي الحق. واما خيتي اذا ما لقاش القهوه في الكوزينه نروح الكوزينه نجري نجري نجري. ايه نطيب القهوه ونديها له هذا مكان. صح نسقسيك. ايوا ما تسقسيني ما والو، اذا ما تعرفيش ديري فنجان قهوه علاش تزوجتي؟ ولا تحس بيها سهله؟ الزواج راهو قرايه وعلم، ولا نتوما درتو دبلومات في كلش غير دبلوم تاع زواج عميتو عليه؟ عندك الحق عمي الحاج، دوك يجي من الجامع وما يلقاش القهوه تعيشي وسمع نفس الغالي اسمها قهوه الفراره. قهوه الفراره توكلي على ربي وما تنسيش وش وصيتك. نحاول عليك عمتي. قمرة ما شفناكش البارح في العرس. بخيك بسلامة عمتي. في الأمان سلمي عليه. شوفي راهي بنت خوك، من نهار خطبتوها الأمير وأنا قلبي هارب منها. بصح هي ولا البراني. هاي هاي علتي في روحك برك، ما تقولي ليش وريتي لها القهوه كيفاش طيب. وحق ربي اللي جابت مني كلمه خليتها تايه به تحلى فمها. مليح خلي ها
هكا بهين دمو فيه على النهار اللي خلو فيه قمرة بنت الثلث الغالي. رايحين جايبين لي واحدة برانية. صباح الخير روزا، واش راكي دايره هنا؟ زينه قالت لي عمي الحاج يشرب قهوه صباح، عطاتني هذه وزادت لي هذه. حوست على نسكافيه ما لقيتش، كافيتير راست على الحديد. قهوه فراره ديروها بالحليب. يا قهوه نيليه ما تجيش بالحليب، تجيب الشح ولا الفلفل الكحل. والقهوه اللي ماهيش مقليه مريحه. معليش دوك انا نعاونك. نوما اه سكني كامل صحتك بابا الحاج. روزا. نعم. تابعتم هذا البرنامج برعاية أريدو. أريدو أعيش الإنترنت. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزيس المضاد للبكتيريا الجديد. كوندور prenez votre envol. إيزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات.
وقت خلط مواد التنظيف خلاص. الآن بغافة الجديد يوفر لك ما جافيل منظف وعطر الليمون الكل في قرعة واحدة. بغاف 3 في 1 لأسهل تنظيف تطهير وعطر في كل مكان. بغاف 3 في 1 الامتياز في قارورة واحدة. رمضان كريم معكم لو. كلش بنين، شكون عاونك طيبي؟ وحدي. وهذا معنتين وحدك؟ ما تخافيش، بخيليزي 5 بلس يغسلهم وحده. جربي بخيليزي 5 بلس الجديد، ابتكار اللي يقضي على الدهون تلقائيا لنظافة مثالية. واو، مالا المرة الجاية نطيبو كاع كيف كيف. ايه، ونخلو المعند لبخيليزي 5 بلس. بخيليزي 5 بلس حل الواحد باش نحي الدهون بلا مجهود. في اختبار الحباية ايزي ستيك البكتيريا يقضي على البقع والفيروسات الخفية. قوة ايزيس رايحة تعقم منا كمية كبيرة. ايزيس ضد البكتيريا متعدد الاستعمالات،